أعلنت الحكومة المغربية أنها قررت تمديد ترتيبات حالة الطوارئ الصحية المفروضة على خلفية تفشي جائحة كورونا حتى 31 من ديسمبر المقبل. جاء هذا الإعلان على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. دول المجلس وصدق على مشروع مرسوم رقم 221955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 قدمه السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، ويمدد المرسوم مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من الثلاثاء 30 نوفمبر، كان غينتهي السابق المرسوم اللي صدقنا عليه في اجتماعات سابقة 30 نوفمبر، إذا الآن غادي ينطلق من 30 نوفمبر 2021 في الساعة 6 مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 على الساعة أو في الساعة 6 مساء.